السلام عليكم، مساء الله الجميع، بكل خير. متواجدين حاليا في مهرجان احلى رطب المقام بمدينه الجوزة. لما تدخل راح يكون في ضيافه، راح يكون الماي والقهوه واللي هو رطب الحصاوي في استقبالكم. الدبس موجود والرز الحصاوي موجود، نفس الشيء هنا، الحلوه، السمسم، العجين. صقر ابو محمد الله يعطيها الصحه العافيه بيشرح لنا اليوم عن انواع الرطب. هذا يسمونه قفص الرطب. قفص الرطب كان في قديم الزمان يبيعونه بهالشكلية ذا، الحين ولا القديم يبيعونه بالقفص مره واحده، يبيعونه ويبيعونه التين ويبيعونه الليمون كله في قفص. اول هذا بيع مشترك كله بالقفص، يسمونه قفص الرطب. اي وفي انواع طبعا، مو برطب النوع واحد، هذا فيه يسمونه ذا شيشي، وذي يسمونه شبيبي، وذي اسمه خنيزي، وذي اسمه زاملي، وذي اسمه خلاص، وبوي معروفة قديمة يعني. وهذا ذي يسمونه الترنج، الصغيرات الترنج، توه ما بعد يجي وقت الترنج إلى صونها، المستعجل إحنا ياخذها بكذا، عرفت كيف؟ اي والله. وهذا الليمون الحساوي، الليمون الحساوي مليون، الليمون الحساوي اللي طول عمر المليون مويه، اسمه الليمون الحساوي. في طبعا ليمون واجد اسمه ليمون ابو زهيره، بس مو بنفس هذا، نفس الشكل بس مو بنفس الطعم ولا تركيزه الحموض. طبعا احنا نطلع من جميد، نطلع من ليمون ماي الليمون، ونطلع مال الليمون مجفف، ونطلع مال ميلون مطحون ليمون حق السمك، ونطلع من ليمون عصير وليمون مخلل، اشياء واجد والله. وعندنا بعد اللي وش اسمه التين الحساوي، معروف التين الحساوي، معروف التين الحساوي، تين حساوي صغار بس انه عسل ودبس ما شاء الله تبارك الله. ابن زيد طبعا كالعاده منتجاتهم موجوده الله يعطيهم العافيه، وتوفر عندهم ايضا حليب الخلفات، لبن الماعز، ولبن البقر، والزبادي عندهم. التمر على الطريق القديمه موجود عندهم، الجصه 4 كيلو وعندهم 10. عصير ليمون بس نكهات مختلفه، ليمون بالنعناع وبالشمندر وبالزعفران. الليمون الحساوي عند الرجال هنا هذا طازج يومين يجيبه، وفي المعتق عند شباب بعد موجود عندهم هناك. المعرض مفروض في ثلاث اقسام من النحل والعسل حقنا، وعندنا رجال الان عسل من نحل الصفرا هذا عسل السدر الحساوي من انتاجنا من مناحلنا وشغلنا احنا. هذا عسل الازهار، عسل الازهار، عسل برسيم، عسل خضار اللي تنتج في المزارع، عسل بعض النباتات البريه هذا. وعندنا حبوب اللقاح الحساوي، هذا انا الوحسه حبوب اللقاح الحساوي، اغلب الموجود اللي موجود في السوق صيني. هذا انتاج مزارع، هذا من انتاج مزارع من مناحل. عندنا هذا كشط الرحيق المختوم، طبقه باقراص الشام. وعندنا العسل المتبلور، وعندنا اقراص الشام. الكوكس موجود هنا عند الخوات الله يعطيهم الصحة والعافية. أول ما تدخل